سياسيا، نصب أمس الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ محمد زين بدر عباس نصب أعضاء المكتب البلدي للحزب بالدائرة الثالثة، وذلك برئاسة السيد محمد أحمد بنك أجي. المناسبة جرت بوزارة الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي بحضور عدد كبير من المناضلين. هارون أباد. مناضلو ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ بالدائرة الثالثة هنا في العاصمة إنجمينة اختاروا شخصيات قيادية بالمجلس البلدي للحزب، ويترأس المكتب الأمين التنفيذي الجديد بالدائرة الثالثة محمد أحمد مبانغ أهجي. تعاقبت المداخلات، أولاها كانت للأمين التنفيذي الذي قدم شكره وعرفانه لمناضلي ومناضلات الدائرة الثالثة على العمل النضالي الذي أنجزوه خلال الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية وحضورهم بقوة أثناء عملية الانتخابات، الأمر الذي أسفر بفوز كاسح لمرشح التحالف الرئيس المؤسس للإم بي إس إدريس ديبي إتنو من الدور الأول. كما تحدث الأمين العام الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ لمدينة إنجمينة جدة ممار محمد، الذي خاطب الحضور بطريقة استثنائية باعتباره أحد أبناء الدائرة، معربا عن ثقته الكبيرة في مناضلي حزبهم. أما الأمين العام للمكتب السياسي الوطني للحركة الوطنية للإنقاذ محمد زين بدا، فقد جاء بقراءة نبذة تاريخية للدائرة الثالثة التي وصفها بالمنطقة السياسية منذ عهد فورلامي، كما أنها مركزا وملتقى للثقافات والمعرفة، حيث أنشئت فيها أولى المؤسسات التعليمية والأكاديمية ومؤسسات الجمهورية. لذا ناشد زنبدا الحضور بدعم ومساندة الفريق الجديد لتنفيذ المهام الملقاة على عاتقهم وبلوغ الأهداف المنشودة، وأن جهود مختلف الناشطين السياسيين بالحزب يجب أن تشكل دعما حقيقيا لعزائم رئيس الجمهورية الرئيس المؤسس للحزب إدريس ديبي إتنو لجعل تشاد بلدا متقدما ومزدهرا. وفي نفس الإطار، نظم أمس المجلس الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم حجر لميس ندوة سياسية كبرى جرت فعالياتها بمدينة بوكورو حاضرة محافظة الدبابة، وكانت تحت شعار الحركة الوطنية للإنقاذ في مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية. هذه المناسبة ترأس الأمين الإقليمي للحزب موسى كلي بحضور المسؤولين الإداريين بجانب المناضلين. حسن جد عمر. بعد الندوة السياسية الكبرى التي احتضنتها مدينة ماسكوري في 21 من أكتوبر الجاري، وصل وفد الحركة الوطنية للإنقاذ الذي يقوده الأمين الإقليمي للحزب بحجر لميس أبكر موسى كلي إلى مدينة بوكورو حاضرة مقاطعة الدبابة. أربع نقاط أساسية، الأول سياسي والثاني اجتماعي إلى جانب ثالث اقتصادي وآخر أمني، هي محاور هذه الندوة، حيث قام بشرحها للمناضلين بالمقاطعة أربعة من أعضاء المجلس الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ: عمر عبد الرحمن كاسترو في الجانب السياسي، الدكتور حسين أمبادو في المحور الاقتصادي، والنائبة البرلمانية نورشام رمضان في المحور الاجتماعي. المحور الأمني والأخير تكفل بتقييمه جماعة عبيد. هذه المناسبة كانت فرصة سانحة لعضو المكتب السياسي محمد الصافي داود ليذكر المناضلين بشيء أكثر أهمية. خيالنا الأربع هجو ده أربع نقطة مهمات هجو فوقا، لكن أنا عندي كلمة واحدة بس نقولنا شيء ببقى بلا الوهدة كما في، خلينا نكون متوحدين. الرسالة التي كلف بها من قبل الرئيس المؤسس لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ قرأها الأمين الإقليمي للحزب ورئيس الوفد أبكر موسى كلي. الرئيس أدانا توصية عشان نجو نوضه لكم أنتم المناضلين والمناضلاتنا MPS، وأنينا من جانبنا يعني نطلب منكم تفهموا البيس اللي أدونا لها دي. يمكن في ناس وارين فاهمينها وارين ما فاهمينها، وأنينا بعد ما الرئيس انتقمنا يعني لازم نساندو في سياسة الماشي فوقها عشان كل شيء بالغير. ولفهم المحاور الأربعة جيدا، فتح الوفد باب المداخلات للمناضلين الذين اغتنموا الفرصة وقدموا بجانب الاستفسارات المتعلقة بالمحاور الأربعة متطلبات لأبكر موسى كلي ورفاقه، منها ما هي متعلقة بالعملية التعليمية التي تعاني منها المنطقة وأخرى في المجال الصحي، حيث وعد الوفد المناضلين بتوفير كل الاحتياجات في القريب الآجل. التقى الأمين الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ بوداي عباس عبد الكريم بدر بمناضلي الحركة بدوائر مدينة أبش المختلفة بهدف نشر رسالة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الداعية إلى السلام والمحبة بين أبناء الوطن. منى حسن سكري.
في إطار الحملات التوعوية التي يقوم بها مسؤول الحركة الوطنية للإنقاذ في الأقاليم المختلفة، فقد قام الأمين الإقليمي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم والداي عباس عبد الكريم بدر برفقته بعض أعضاء المكتب السياسي للحركة الوطنية للإنقاذ ومناضلي ومنادلات الحركة الوطنية للإنقاذ وجمع كبير من سكان المنطقة بجولات توعوية في عدد من دوائر بلدية مدينة أبشة بهدف إيصال رسالة الرئيس المؤسس لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ إدريس ديبي إتنو لمناضلي ومناضلات الحركة الوطنية بإقليم والداي، حيث خاطب الأمين الإقليمي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ عباس عبد الكريم بدر متطرقا إلى الإنجازات الكبيرة التي حققها رئيس الجمهورية لصالح المواطنين وسكان بإقليم والداي. باسم أنا رئيس الجمهورية الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ نقول لكم شكرا في الانتخابات الفاتت. الوعد اللي هو كتبه في أبشة ده هينفذ 100%. من ضمن الوعود شفته كان في أيامات القليلة جاب ناس لبيتي حدين. نتمنى من الله عز وجل أن يحقق هذا المشروع، وإن شاء الله قدر 2018 أبشة تكون عندها موية 100%. وننوه بأن هذه الجولة التوعوية شملت جميع دوائر مدينة أبشة وبقية قرى ومناطق الواقعة في الإقليم.